انا الحمد لله الرضمي مسكان شارع الزراعه ساكن في شارع الزراعه مقيم العمر 25 سنه اخصائي مختبرات طبيه في مستشفى ميداني خيمه رقم 7 اللجنه الطبيه اثناء مروري يوم الثلاثاء تقريبا يعني قدرناها احنا نسبيا الساعه 8:30 الى 9 فانا ماشي من عند الفتحه اللي جهه الشماليه عند شارع القاع بوابه الجامعه اللي باتجاه شارع القاع فدخلت الشارع الفرعي فاعترضني باص اجره على خط اصفر ونزل منه راكب من الامامي والثاني من خلفي وقال لي امامي والله لو تدي حركة الان في الابو عمر الالي لوجهي قال لي هذا اللي كان خلفي دهفني له فوق الباص كان في واحد وراء داخل الباص ضربني قام ضربي فلبسوني كيس من حق وسائد وربطوا يدي الى ظهري واقتادوني الى مكان مجهول كذا حوالي ربع ساعه الى 10 دقائق كذا من المسافه وصلت نوقف الباص واحد نزل منهم فتح كذا مثل باب حوش او كذا دخل الباص طفاه نزلوني من الباص كذا اكتادوا كذا مثل الباب محل او حاجه بعدها نزلت كذا كنت انزل درج لا تحت اول ما نزلت دخلوني في غرفه الغرفه فيما بعد يعني اكتشفت انه بدروم لانه على الشبابيك مستطيله كانت شبابيك وكذا فتحتها كنت اشوف يعني اشوف انه ضوء وكذا صباح النهار فدخلوني بعدها بنقول لهم انا طبيب انا مستقل انا لا اتبع اي حزب ولا كذا يقول لهم انتم اخوانا المسلمين من بيدعمك توكل وكذا قالوا ضيفوا الدكتور قاموا الثلاثة ضربوني هذيك الساعة حصل ضرب يعني داخلي كانت الإصابة الداخلية فاللي أصابتني جدا اللي كانت الضربة هنا في فم المعدة حتى أنه انقطع النفس جيت كذا من دقيقة إلى دقيقتين أو النفس كذا صعوبة التنفس وطبعا في دقمة لكن الآن أنا متأثر منها هذا اليوم الأول خرجوا بقي واحد فتشني شل عليه الخاتم شل عليه الساعة حقي فتشني لقى في جيبي 160 اخذ المياه وجاب لي بسكوت وعصير بسكوت ابو ولد وعصير هذا دلتا فك لي يدي اكلت بعد ما كملت اكل ربطني وحطني على الكرسي انا نمت جيت يوم ثاني جو لي يوم ثاني والعشي انا باين من صورهم انهم كلام منهم مخدرين بعد قات او شيء كنت يعني من ناحيه من خلال الكيس اقدر اشاهد الضوء يعني في اضاءه ولا ظلام فعندما اتوني لهذا قالوا جلسوا يسالوا علي عده اسئله من اللي بيدعمك من اللي بيحركك كم بدوا لك زلط صرفوا لكم سلاح في الساحات انتم بتزعجونا قطعتوا رزاقنا لا خليتونا الشغل لا خليتونا كذا من بدعمك حميد ولا توكل يعني من هذا اسئلك كثير جدا كانوا يسالوني فانا كنت يعني اول حاجه اللي قلت لهم ما حد بدعمني كذا وكانوا يعني هذيك الساعه يلطموني كذا فبعدهم يعني ما في سؤال رفع من ناحيه الفلوس قالوا كم بيعطوا لك فلوس قلت والله ما بدوا لي ولا حاجه واحد يعني قام كذا من ورايا وكان جالس ورايا فوجئت انا غلطت ما كذا فنزل اصابه كانت في الانف فنزل الدم من فمي وانفي فكذا حسيت ان الدم بيمشي مني واحد منهم قام بعد الكيس هكذا فتعرفت على وجوههم يعني الاربعه واحد كان شيبه هكذا 50 إلى 60 في العمر واحد قصير الشيبه وجسمه يعني ما له شيء كذا الثاني كان كذا في الاربعينات الى الثلاثينات من عمره كان مرتاح وبنيته كبيره يعني تقريبا وزن كذا طوله 170 175 الثاني اثنين كانوا شباب محمول على اوالي كلاشينكوف هذا صاحب المعوز اللي في الاربعينات من عمره كان معه مسدس مطرحانه ولابس معوز بعدها قام هذاك الساعة ورجع هذاك يلطمني وكمل يلطمني قدام منزل بعدها كذا خلوني ارتاح شويه بعد الشيبه قال خلاص يردوا له عشاء جابوا لي عشاء وبعدها رجعوا يسالوني دحين اعترف دحين كذا انا خلاص هذيك الساعه يعني استسلم جلست ابكي يعني قضوا يلا نفسي نفسي اليوم الثالث يعني فلتوني وجابوا لي ماء شربوني قلت لهم ايش قضي حاجتي رفضوا فاضطريت ان انا عزك الله تبول في الزنزانه فاليوم الثالث جوني فالشيبه هذا وصل لي تقريبا كذا وقت العصر وصل لي على طول عمر العالي وجهه هنا لراسي قال لي انت تعترف ولا والله خلي الرصاص تتكلم في راسك معك لا مغرب اذا ما تكلمش وانا اشوفه يعني اشاهد الشيء هذا اذا ما تكلمش والله معك لا مغرب ان انا ما خرجت من هنا الا جثه انا صدق زاد فوق الرعب رعب صاحب المعوز هذا هو اللي ايش جاله عند الشيبه قال خلاص اخرج وانا بتصرف على طريقتي بيقول لي صاحب المعوز اصحابي هذا ما عفلتك شنو اعرفهم انا كذا اذا انا على الواحد والله لا يجيبوه يعني من كذا سباه جابوه بطريقه سباه انه بيطلعوه بيطلعوه واذا هرت ما والله نجيبك ونجيب اصحابك وحد باقي هذاك اللي قلت صوت الرئيس اقصد فيها ثم الجاي فيه لانهم شافوني في مسيرات كانوا خرج مسيرات مستقله في الصباح والمساء معروف المسيرات حق الشباب الحسن فهذاك خرج الشيبه وهذاك يعني بقينا انا وهذا صاحب المعوز بيكلمني صاحب المعوز انتبه كذا والله الله يخرجك قلت له هناك اعترف وما حد حيمسك والله لازم نوصلك للبيت قلت اعترف ما قلت لكم كذب انا صدق يعني لكن ما حد بدي لنا زلط ولا حد بيقودنا ولا حد احنا شباب مستقل بنخرج كذا من نفسنا
بعدها قلت له انا يمني كلنا يمنيين امي انا لا امي اسرائيلي ولا بي امريكي انا امي من حمدان وابي نرض ما بيقول لي بعدها من من حمدان قلت له كذا سالت المغرزة حمدان فقال لي انا اعرفهم تعرف فلان تعرف فلان قلت ايوه هذاك من اخواننا فجلس كذا يسالنا بعدها شفت انه يعني يعرف بعض الاقرباء وكذا يبغى تمسكت فيها قوة انا الله عندك والله فلتني انا كذا انا كذا قال لي خلاص انتظر لكن في حركه والله ما جلس شو السبب لا عي هناك مكانك فانا انتظرت بقعتي تاخر جلس كذا ربع ساعه نص ساعه فعندما ما جلى عندي قال لي خلاص جاء هو المسلح المسلح حط الكسله وجهي وانا مربط طبعا ويكتادني الى فوق الباص وخرجني رجمني عند الجزار داود عرفت لي شارع الزراعه في كذا لفه عند بومبا وكذا شارع كان مظلم كان كهرباء طافيه رجموني هناك وبعدها شايبه مكان ماشي شايبه فك لي مالك يا ابني كذا قلت الظرف انا وصاحب الباص ما عاد قلت ايش انه ما تدخل الحمد لله على السلامه الله يسلمك.